هدول بدهم غسيل؟ انت روح على شغلك، انا بغسلهم. لا، حكيت مع المعلمة واخدت اذن اليوم. رح ضل معك، تأخرتي واذا ما ساعدتك ما رح تلحقي تحضري الاكل لحالك. ايه، بشو بساعدك؟ روح ثبت مفارش الطاولات برا. لا تخبي عني مرة تانية لو سمحتي. لا تزعلي مني لأنه مشيت وراكي. لو صارحتيني ما كنت خفت عليكي. أنت ما لحقتني لأنه أنت خايف علي. هالشي بيعني مو بس أنا اللي ما إلي ثقة فيك، وأنت مو واثق فيني. هذا لأنه أنا ما بعرف كيف بتفكري. ما عم تحكي لي بشو حاسي أو شو مشاعرك تجاهي. فاطمة، أنا عن جد ما بعرف شو يلي بدك إياه، لأنك ما بتفتحي لي قلبك. أصلاً أنا مو من النوع يلي بيلعي كتير، بس ليكني عم حاكي. لا فاطمة، أنت ولا مرة حكيتي لي شي عن حالك. دائماً حاطة حواجز بيناتنا، ما عم بقدر أوصل لك. فاطمة، أنا ما عم بفهمك. مع أنه أنا قطعت شوط كبير معك، بحياتي ما كنت متخيلة أني رح وصل لهي النقطة معك كريم. مع أنك واحد من أعدائي وسبب معاناتي، بس هلأ. هلأ شو؟ ليك، أنا قلت لك هاد الحكي قبل هالمرة. أنا كمان حابة أرجع أوثق بالناس. لأنه هالشي بحسسني بالأمان. رايح ظبط الطاولات. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. شكرا لك. نحن كثير جوعانين، شو في عندكم؟ انتو شو حابين تاكلوا؟ فايت خبر مرتي وراجع لكم. ماشي، ناطرينك. فاطمة، اجوا زباين. شو بدنا نعمل؟ ما حضرنا شيء. لا تتلبك، انا بحلها. أهلين وسهلين. مرحبا. محل كتير حلو، إن شاء الله آية الرزق. كلك ذوق. أعطيني من إيدك وهات المنيو. خدي. تفضلي.
شكراً.